متابع عن كثب كل المشاريع الاستراتيجية والتنموية وكذلك المشاريع التي لها تماس بحياة المواطن اليومية. نحن الآن في حي المهندسين، مع الأسف هذا المشروع هو متلكئ وهناك مناشدات وصلتنا من قبل أهالي هذه المنطقة. اليوم حضرنا برفقة كل الكوادر البلدية وكذلك المجاري وغيرها من القطاعات الأخرى، تم اتخاذ القرار المناسب وإمهال الشركة مدة 40 يوم لإنجاز العمل في الوقت المحدد. بصراحة هذه المشاكل حدثت بسبب إعداد كشوفات بصورة خاطئة، مع الأسف تم إعداد كشوفات على أن الشارع بعرض 6 أمتار ولكن بموجب التصميم هو 20 متر، إضافة لم يتم احتساب التعارضات من الكهرباء وأعمال الاتصالات، ولكن مع هذا واجبنا أن يتم متابعة كل هذه المشاريع من أجل الوصول إلى إنجاز المشروع في الوقت المحدد. اليوم كنا في زيارة مع السيد محافظ نينوى لحي المهندسين، أحد المشاريع الوزارية السابقة. العمل كان ضمن مواصفات معينة بتصاميم معينة، هنالك خلل فني على السيد المحافظ بمعالجته، والتزمت دائرة المجاري بجلب الاستشاري والمصادقة على التصاميم الجديدة، وإن شاء الله يعالج وتنتهي معاناة المواطنين التي مرت أكثر من 2.5 سنين. نحن الآن في منطقة حي المهندسين، الشارع الذي حصل فيه توسعة. هذا الشارع تم تنفيذ شبكة مجاري من قبل المديرية العامة للمجاري من ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية قبل 3 أو 4 سنوات تقريبا. بعد ذلك تم إدراج كشف التبليط بعرض 6 متر ضمن مشاريع الأمن الغذائي، ولكن عندما بدأنا التنفيذ فوجئنا باعتراض المواطنين وبلدية الموصل، كون هذا الشارع 20 متر حسب التصميم الأساس. بدأنا العمل حسب توجيهات محافظة نينوى في وقتها بتوسعة الشارع. بدأنا بتحويل أعمدة الكهرباء وشبكة الاتصالات وكذلك شبكة الإسالة. ترتب على ذلك قلع حدائق بعرض ما يقارب 7 متر في أحد جهتي الشارع. طبعا هذه الشوارع أو هذه الحدائق كانت هي عبارة عن تربة رملية زراعية مشبعة بالمياه. بعد أن عملنا لاحظنا وجود هطول في الشارع. زار السيد المحافظ الأستاذ عبد القادر الدخيل موقع العمل ووجه بمعالجة الشارع معالجات صحيحة. استشارينا المكتب الاستشاري في جامعة الموصل، كانت توجيهات المكتب الاستشاري باستبدال التربة بسمك 50 سنتيمتر تيكلة نهرية، إضافة إلى صب شبكة كونكريت مسلح بعمق 25 سنتيمتر. السيد المحافظ اليوم بعد هذه التوصيات زار الموقع ووجه بتوجيه كل الدعم من أجل تنفيذ هذا الشارع بأفضل ما يمكن، والحمد لله كوادرنا اليوم باشرت بالمعالجة النهائية، وإن شاء الله خلال مدة 40 يوم سوف تتم معالجة الشارع بالكامل ليظهر بأبهى حلة إن شاء الله.